2011 كانت انطلاقة مختبر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بزحلة بالقاع. كانت الفحوصات حسب الحاجيات تبعت المنطقة وتحددت الأولويات بوقتها. أما اليوم وبالتعاون مع مشروع LIVCD الممول من USAID، كان في تعاون مع الغرفة لحتى نكبر ونطور بفحوصاتنا حسب التطور والأشياء الجديدة اللي مطلوبة على المستوى العالمي. تحاليل كيميائية وجرثومية وفحوصات السموم الفطرية هي من الخدمات الأساسية التي يقدمها المختبر اليوم، مما سيرفع من جودة ونوعية الصناعات الغذائية اللبنانية. فلنتعرف على هذه الخدمات وماذا تشمل. تطور التحاليل صار على عدة أصعدة. جهزت مختبراتنا بمعدات هاي تك، التحاليل الفيزيائية والكيميائية مثل Atomic Absorption، Gas Chromatography، HPLC، Ion Chromatography، لنقدر من خلالها نحصل على فحوصات للمعادن الثقيلة، كل شيء مكونات ومعادن بالماء وبالعصائر، معادن الثقيلة بالأكل وبالسمك، أضف إلى فحوصات الأسيدات بروفايل أو ما يعرف بفحص الغش للزيت، إضافة إلى فحوصات الملونات الموجودة إذا كان في مراعي الشروط المعتمدة أو لا، كل شيء إضافات للأكل والصناعات الغذائية. منذ العام 2011 والمختبر يقوم بالفحوصات الجرثومية ضمن شهادة اعتماد الايزو 17025. أما اليوم وبفضل معدات وتقنيات الميني فيتاس والتامبو، فتقدم نتائج الفحوصات الجرثومية خلال ساعات معدودة فقط، مما يمنح المصنع تدخلا سريعا لتفادي أي شائبة في التصنيع ويساعده في التصدير. صلاحية المنتجات هي شغلة كتير أساسية للصناعة. نحن صار فينا نساعد بدراسة صلاحية المنتجات عبر جهاز أوكزي تيست، نقدر نراقب الأكسدة تبعول الأكل، كل الأكل اللي دخله فات كان سايل أو جامد أو ناشف، من خلال مراقبة الأكسدة تبعول الأكل ونقدر نتساعد لنحدد الصلاحية اللازمة للمنتج. مختبر اليوم على تعاون وثيق مع الوزارات المعنية، منها وزارة الصناعة، وزارة الصحة العامة، وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد والتجارة. والتحاليل اللي صادرة عنه هي تحاليل معتمدة وموثوقة لأنه حاصل على شهادة الاعتماد لعدد كبير من التحاليل، وهيك رح يقدر المصنع يصدر المنتجات محلياً وعالمياً بدون أي عرائيل. USAID مشكورة جداً على تمويل المعدات للمختبر اللي كانت أساس بتطوير قسم كبير من قطاعات الصناعات الغذائية، لأنه نحن منركز على موضوعين أساسيين هو الجودة والنوعية، وإذا هالمكونين كانوا موجودين بمنتجاتنا قادرين نوصل لعدد كبير من الدول كان العربية ولا الأجنبية، وهذا بيساهم بنمو الاقتصاد البقاعي وبيساهم بزيادة فرص العمل والتنمية البشرية بمنطقة البقاع، وهذا اللي نحن كغرفة زحلة والبقاع نسعى لتحقيقه.